تحية لكم برنامج علم السياسة، وهذا أحمد المستماني يحييكم. السلام عليكم. الانتخابات الأمريكية 2020، أمريكا أين وإلى أين؟ 8 أسئلة. الرئيس ترامب اتهم جو بايدن إنه أصابه الخرف. الرئيس ترامب قال إن جو بايدن بدأ نشيطا في الآونة الأخيرة، وبالتالي يجب إن هو يخضع لفحص تعاطي المنشطات. هكذا تدور جوانب من الحملة الانتخابية الأمريكية 2020. 8 أسئلة نحاول بها أن نكشف عما يجري في أمريكا في هذه الانتخابات التاريخية في تاريخ الدولة الأمريكية. السؤال الأول، هل يعترف الرئيس ترامب بالهزيمة؟ هذا السؤال لم يكن مطروحا من قبل. الانتخابات الأمريكية المرشح الذي يهزم بيعترف فورا وينتهي الأمر، إنما لأول مرة مطروح سؤال هل يعترف الرئيس ترامب بنتائج الانتخابات في حال هزيمته. محطة CNN عملت تقرير عن كده وقالت إنه احتمال كبير لا يعترف الرئيس ترامب بنتائج الانتخابات الأمريكية في حال خسارته. السؤال الثاني، ماذا يقول بايدن بهذا الصدد؟ الرئيس ترامب مهد لذلك بقوله إنه في تزوير على نطاق واسع جدا الحزب الديمقراطي بيخطط ليه. قبل كده حاول يأجل انتخابات بسبب كورونا، إنما فكرة إن في تزوير هيحصل بالذات مع التصويت بالبريد هي فكرة تبريرية، لأن الرئيس ترامب لو اتهزم لا يعترف بالنتيجة. لما سئل جو بايدن من CNN قال إن أنا بأضع في الاعتبار إن فعلا ترامب قد لا يعترف بنتيجة الانتخابات، إنما في قوات كبيرة جدا هتسحب ترامب رغم أنفه إلى خارج البيت الأبيض. السؤال الثالث، ما العمل لو رفض الرئيس ترامب؟ طيب هو رفض، إيه اللي يحصل مباشرة؟ هنا محللة قانونية بتقول، مطلع على هذا الصدد، بتقول إنه رئيس ترامب لا يملك إلا إن هو يقدم كل احتجاجاته القانونية وسيتم رفضها كلها. وفي هذه الحالة هيجي يوم 20 يناير، الرئيس الجديد هيستلم اللي هو جو بايدن. في هذه الحالة لما يستلم بتكون وزارة الدفاع معاه، وزارة العدل معاه، والدولة كلها في إيده. وفي هذه الحالة يستطيع أن يزيح الرئيس ترامب في دقائق خارج البيت الأبيض. السؤال التالي، هل يقوم ترامب بتعديل الدستور لو فاز بمرحلة ثانية؟ طبعا في أمريكا قبل كده كان الدستور بيسيب المدد الرئاسية مفتوحة. الرئيس روزفلت، فرانكلين روزفلت، قعد 4 مدد ومات في الفترة 4 من حكمه. والرئيس روزفلت من أهم الرؤساء في تاريخ أمريكا وقت الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. إلا إنه حصل تعديل دستوري، التعديل 22، إنه أي رئيس بيقعد فترتين فقط. الرئيس ترامب قال قبل كده إنه فترتين مش كفاية، وأنا ممكن أضطر إن أنا أقعد فترة ثالثة. ولما الصين عدلت الدستور إن الرئيس يقعد مدد رئاسية مش مدتين، الرئيس ترامب امتدح الأداء الصيني في هذا الصدد وقال إحنا ممكن في أمريكا نحتاج نعمل هذا التعديل. هنا السؤال، هل الرئيس ترامب ممكن يفكر أثناء الفترة الثانية إنه غير الدستور الأمريكي ويبقى لمدد أطول؟ هنا الإجابة إن ممكن من الناحية القانونية، بس لازم يعمل حاجة تبدو مستحيلة. لازم أول حاجة موافقة 2/3 الكونجرس وموافقة 2/3 الولايات، وبعد كده يطرح الأمر على الولايات، لازم تصديق 3/4 الولايات. يبقى إذا لازم موافقة أولية من 2/3 الكونجرس وبعدين 2/3 الولايات، وبعدين يطرح على الولايات كلها، لازم 3/4 الولايات الأمريكية توافق على هذا التعديل الدستوري. هل قبل كده أمريكا كان فيها تعديلات دستورية؟ نعم. طب النسبة كبيرة؟ لا. طيب الأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن في 100,000 اقتراح تم تقديمه، إنما عفوا في 12,000 اقتراح تم تقديمه، 12,000 اقتراح، إنما من بين ال 12,000 اقتراح بتعديل الدستور تمت الموافقة على كام؟ على 27 اقتراح فقط. يبقى إذن 27 تعديل دستوري فقط من محاولة 12 أو محاولات 12,000 محاولة من أجل تعديل الدستور.
هنا يبان ان الرئيس ترامب لو قعد فترة ثانية وحاول يعدل الدستور ان يرجع مدد اخرى زي ما كان قبل تعديل 22 ايام روزفلت وما قبل روزفلت، يبدو هذا الامر مستحيلا للغاية. السؤال الخامس، هل يحسم لقاح كورونا سباق الانتخابات الامريكية؟ لقاح كورونا هو مهم جدا في هذا السياق، لان العالم كله 2020 هو عالم كورونا. الامريكان نسبة كبيرة جدا وفيات، نسبة كبيرة جدا اصابات، نمط الحياة اليومي تعثر بشكل كبير جدا، الكل في انتظار اللقاح. 3 ديسمبر لو اللقاح قبل كده فرص ترامب تكون اكبر، لو اللقاح بعد كده فرص بايدن هتكون اكبر. الرئيس ترامب يتهم الدولة العميقة في امريكا الموالية في رأيه للديمقراطيين بأنها بتحاول تعطل اللقاح علشان يطلع بعد 3 ديسمبر يكون خرج الرئيس ترامب من السلطة. السؤال السادس، ما هو موقف روسيا والصين من الانتخابات الأمريكية؟ يسوء حظ الرئيس ترامب ان اللقاح اللي طلع روسي واللقاح التاني صيني، وان اللقاح اللي منتظر اللي هو البريطاني الأمريكي بتاع جامعة أكسفورد لسه إلى الآن، وبالتالي لو ما خرجش هذا اللقاح الغربي باش قدامه إلا الروسي أو الصيني، في هذه الحالة هيبقى موقفه صعب للغاية. النقطة الثانية، أكبر مسؤول في أمريكا في مكافحة التجسس مدير مركز الأمن الوطني قال إنه روسيا متضايقة جدا من جو بايدن وبتشوه سمعته قدر الإمكان، وهي بتشوه سمعة جو بايدن لأنه هو ما كان نائب الرئيس الأمريكي كان بيأيد المعارضة ضد الرئيس بوتين، وعلى ذلك الصين تؤيد بايدن وروسيا تؤيد ترامب والاثنين بيحاولوا يتدخلوا في الانتخابات الأمريكية. في كلام ان ايران لها دور، لكن طبعا الموضوع ده كبير على ايران واتهامها ممكن يكون ذو طابع سياسي، انما هذا الموضوع مش كبير على الصين ولا على روسيا اللي اتهموا قبل كده بيتهموا مجددا انه ممكن يكون وراء محاولة لان هم يدعموا مرشحهم المفضل في هذه الانتخابات الأمريكية. السؤال السابع وقبل الأخير، ما هو دور الدين في هذا الصراع؟ الرئيس بايدن المحتمل أو مرشح الرئاسي المحتمل بايدن هو كاثوليكي، مسيحي كاثوليكي. الرئيس ترامب هو مسيحي بروتستانتي، أغلب أمريكا بروتستانت، حزام الإنجيل بروتستانتي، المتحمسون لترامب والجمهوريين من الإنجليين هم ناس بروتستانت. لكن الرئيس ترامب اللي بيحاول يستخدم هذه الورقة ويرفع الإنجيل ويقدم في حملته راهبات وقساوسة من البروتستانت هو نفسه مش متدين، علشان كده فرص بايدن ان هو يظهر كرجل متدين وتقي اكتر من الرئيس ترامب، لان الموضوع المذهبي هنا مطروح لان جو بايدن كاثوليكي ولو نجح هيكون تاني رئيس كاثوليكي في تاريخ امريكا بعد جون كينيدي الذي تم اغتياله، وبالتالي موضوع الدين والمذهب ورفع الانجيل هو مهم للغاية في هذه الانتخابات ولم يسبق في انتخابات سابقة ان كان بهذه الاهمية. السؤال الثامن والاخير، هل هناك احتمالات لصدام مسلح؟ محامي الرئيس ترامب السابق بيقول ان اخشى في حال هزيمة ترامب ما يكونش في انتقال سلمي للسلطة. بايدن بيقول ان احنا لازم نرجع امريكا ما قبل ترامب ولابد من تصحيح المسار. هيلاري كلينتون بتقول لبايدن لا تعترف ابدا في اليوم الاول باي خسارة لان ممكن ترامب يتقدم، لازم ننتظر. اذا الحزب الديمقراطي شايف انه لو فاز رئيس ترامب مرة تانية امريكا تنحرف اكتر واكتر بعيد عن المسار التاريخي السليم، والرئيس ترامب شايف انه لو خسر الفرصة امريكا تنتهي لان امريكا في ظل رئاسته ستكون امريكا اولا من جديد. بين هذين الخيارين احتمالات تمر الامور بطريقة سلمية لكنها احتمالات ليست كبيرة، احتمالات الرئيس ترامب يرفض وفي هذه الحالة انصاره مسلحين ممكن يثيروا مشاكل ويتم اخراجه بالقوة من البيت الابيض، احتمال ان يفوز ثم يغير الدستور وهذا يعمل لغط كبير في امريكا. في كل الاحوال امريكا الان ليست امريكا كما سبق، وامريكا بعد 3 نوفمبر
ليست كأمريكا التي نعرفها لعقود طويلة. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج علم السياسة.